بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لبس الإسلام أبراد السواد، يوم أردى المرتضى سيف المراد، ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد. بداية نرفع أسمى آيات العزاء لصاحب الزمان وولاة الأمر وللمؤمنين والمؤمنات في الذكرى الأنيمة لشهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله قبول الأعمال في ليالي القدر المباركة. أرحب بكم مشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم مصباح الشريعة، والذي نوضح فيه الأحكام الشرعية الابتلائية طبقا لفتاوى سماحة الإمام القائد الخامنئي دام ظله الوارث، ونجيب فيه على أسئلتكم الفقهية التي يمكنكم أن تطرحوها على الهواء مباشرة أو على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الأرقام والحسابات التي ستظهر على الشاشة تباعا. يمكنكم أيضا مشاهدة البث المباشر للحلقة على موقع قناة المنار ومنصتي تويتر وفيسبوك. نبدأ اليوم إن شاء الله بتفصيل أحكام المفطرات مع ضيفنا الدائم في البرنامج الأستاذ القدير في الحوزة العلمية وعضو مكتب الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئي في بيروت فضيلة الشيخ إسماعيل حرير. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم. بقي لنا من الحلقة الماضية بعض التفاصيل في السفر الشغلي نتعرض لها بشكل موجز إن شاء الله، ثم ندخل في تبيان أحكام المفطرات. وتركز الموضوع الذي بقي لنا حول موضوع السفر الشغلي. ما هي ضابطة السفر الشغلي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أيضا بدوري أتقدم بأشد وأعظم آيات العزاء، أولا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، وإلى الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا سيما إلى بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف مولانا الحجة بن الحسن العسكري عليه السلام بمناسبة شهادة أمير المؤمنين وأبي الأئمة الأطهار ووصي رسول رب العالمين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهي ليلة عظيمة بدأت بفجر الليلة الأولى من ليالي القدر، فجر اليوم التاسع عشر، وختمت بضربة الشقي، بدأت وختمت بالشهادة المرجوة والمحببة والشهادة المطلوبة التي سعى إليها أمير المؤمنين عليه السلام في كل مناسبة كان يمكن أن تتحقق هذه الشهادة، حتى وصل أنه عند الضربة كانت كلمته المشهورة فزت ورب الكعبة. فعظم الله تعالى أجورنا جميعا بهذه المناسبة، أجركم عظيم، وإن شاء الله يوم الغد يوم الشهادة يمكن أن نتحدث قليلا بهذا الأمر أيضا إن شاء الله. نعم، بالنسبة إلى السفر الشغلي، السفر له تفريعات كثيرة، إن من جهة التفاصيل التي يمكن أن يتحقق بها السفر الشغلي، أو من جهة الأحكام المرتبطة بهذه التفاصيل، وخصوصا ما يرتبط بالسفر الشغلي وتفريعات السفر الشغلي. لذلك سنضيء بشكل مختصر جدا إن شاء الله، يعني إذا وفقنا الله تعالى أن نخصص حلقة أو أكثر حول الكلام بالسفر وأحكام السفر، وخصوصا الكلام في السفر الشغلي. بالنسبة إلى الصوم في السفر الشغلي يمكن أن نختصر التالي، أنه ما دام قد صدق على المسافر أنه يسافر لأجل العمل، وهو الذي يتكرر منه السفر لأجل العمل ولو مرة في الأسبوع بشكل مستمر، فضلا عما هو أكثر من ذلك، فهذا طبيعي أنه كما يتم في صلاته فإنه أيضا يصوم في شهر رمضان، وقد يكون غير ذلك،
كالحالات التي تكون ما يعبر عنه بالخدمة والإجازة، إن كان لخدمة عسكرية أو لغير ذلك. وهذه ما دام يصدق عليها عنوان السفر الشغلي، مع غض النظر أنها والله مثلا 3 أيام بثلاثة أيام، أو 3 بـ4، أو 5 بـ5، أو 7 بـ7 وما شابه ذلك، لكن بشكل مستمر ودائم أو لمدة طويلة، فهؤلاء يتمون في أسفارهم الشغلية ويصومون من اليوم الأول الذي يبدأون فيه للسفر الشغلي. نعم، إذا كان هناك فصل في بعض الأحيان بالمكث 10 أيام في مكان واحد فيفصل بين سفراته الشغلية بهذه الأيام الـ10، فإنه يقصر في السفر الشغلي الأول ويتم في الثاني وما بعده، ما دام لم يفصل بـ10 أيام في مكان واحد. وإذا كان السفر الأول سفرا غير شغليا، فالسفر الذي يليه إذا كان للعمل فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام، ويمكن العدول إلى من يقول بالتمام دون الجمع بينهما. إذا تم ذلك فبنقول له أنت تسافر أسفارا شغلية، لا فرق في الـ10 أيام الفاصلة بين أن تكون في وطنه أو في مكان عمله أو في أي مكان آخر. نعم، كما قلت سماحة الشيخ، إن شاء الله في فرصة، في أقرب فرصة يعني نحاول أن نفصل هذه الأحكام بشكل موسع إن شاء الله. لكن اليوم إن شاء الله نبدأ بأحكام المفطرات، إذا أمكن تعدادها وشرحها بشكل إجمالي قبل أن نخوض بتفصيل كل واحدة من المفطرات. طبعا مع غض النظر عن أن ما ذكر من المفطرات هل هو متفق عليه أو مختلف فيه، وهل المفطر من المفطرات على نحو الفتوى أو مبني على الاحتياط الوجوبي، هذه بالتفاصيل بتبين معنا. المفطرات هي جملة من الأمور التي نص الشارع على أنها تبطل الصوم وتضر بالصوم. أبرز ما ذكر من المفطرات الأكل والشرب، هناك ما يسمى بإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، الارتماس في الماء، التعمد القيء، الكذب على الله ورسوله والمعصومين عليهم السلام، الاحتقان بالمائع، العلاقة الزوجية، الاستمناء، و يعني بتصور هودي هن صاروا هلا، ممكن اذا نسينا شيء يبين معنا ان شاء الله. هذا بشكل عام المفطرات مع غض النظر عن التفاصيل الموجوده فيها. نعم، بدايه بالاكل والشرب نبدا مولانا. اولا الاكل والشرب نسيانا، يعني مهما كثر، يعني بعض يظن انه اذا اكثر من الاكل والشرب في حاله النسيان فهذا مبطل للصوم. هل الكثرة هذه تؤثر في إبطال الصوم أو عدمه أم لا؟ قد ما أكل نسيانا هذا لا يؤثر. طبعا مثل عم نحكي نحن عن حكم الأكل نسيانا، نعم، عم نفترض أنه الفتوى قائمة على أساس الأكل والشرب العمدي. نعم، ومن تعمد أن يتناول طعاما أو شرابا في نهار شهر رمضان ملتفتا إلى صومه عالما عامدا فصومه باطل. نعم، بيجي الحكي ساعتها انه طيب اذا تناوله نسيانا وسهوا وليس عمدا عن عمد وعلم والتفات، فتوى الفقهاء ان تناول الطعام والشراب نسيانا مع غض النظر عن كميته كثيرة كانت ام قليلة لا يبطل الصوم ولا يضر بالصوم، وهذا ليس حكما مختصا بشهر رمضان. نعم، بل يجري في اي قسم من أقسام الصوم، مستحب، قضاء، نذر، كفارة، فضلا عن صوم شهر رمضان، كل هذه حتى في قضاء صوم شهر حتى رمضان في إذا أكل نسيانا أبدا بضل صوم نسيانا وسهوا لا يضر بالصوم. جميل، أبدا. نعم، نبدأ مولانا اسمحوا لنا بأخذ الاتصالات، نبدأ مع الأخت زينب. تفضل يا أخت زينب. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله، عظم الله أجركم بمولد بوفاة الإمام علي. الله يعظم أجرك إن شاء الله. الله يعظم أجرك. أنا بدي أسألك سؤال فقهي بالنسبة لهذا التطعيم بكورونا. أنا عندي موعد نهار الجمعة. نعم نعم.
هل يضر بالصوم او لا؟ بفطر او ما بفطر؟ اهلا وسهلا. نعم شكرا شكرا لاتصالك اخ زينب. معنا الاخ غسان ايضا. نعم. اي تفضل اخ غسان انت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. بس لو سمحت في عندنا مساله الاذان الصبح. نعم. بيقولنا صلي بعد الاذان بسبع دقائق. نعم. شو مدى صحيتها هذه بس لو سمحت؟ نعم شكرا شكرا جزيلا لاتصالك اخ غسان. طبعا اخت زينب تحدثت عن تطعيم كورونا لعله تعرضنا له سابقا. نعم. هذا الامر هل يضر؟ اللقاح للكورونا او طعم الكورونا لا يضر بالصوم. لا يضر بالصوم. لا يؤثر. نعم الاخ غسان عم بيقول يسمع انه صلوا بعد الاذان بسبع دقائق احتياط او مشاكل، ما بدا صحة هذا الامر؟ هلا هذا التدبير كان متخذا يعني اعتقد من سنه ما قبل السنه الفائته. تدبير كان الغرض منه محاوله التسهيل على المكلفين. نعم. انه كان يؤذن للصبح ثم يؤخر سبع دقائق طبقا لمبنى السيد الخامنئي السيد القائد حفظه الله. لكن السنه الماضيه وهذه السنه لا، هذا التدبير لم يعد موجودا. نعم. الان الاذان الذي يرفع عبر إذاعة النور وعبر قناة المنار وعبر قناة الصراط هو أذان الصبح، يستطيع المكلف أن يصلي على هذا الأذان ولا ينتظر أو لا يجب عليه أن ينتظر دقائق سبعة أو أقل أو أكثر، لا يستطيع أن يصلي على هذا الأذان. نعم هو بحب ينطر دقيقتين ثلاثة أربعة ما في مانع، احتياط من عند نفسه ما في مانع، لكن هل يجب عليه ذلك؟ لا. نعم. معنا الأخت رويدة أيضا، تفضلي أخت رويدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم وتقبل الله أعمالكم. أجركم عظيم وتقبل أعمالكم. مولانا. نعم. في عندي أخت عايشة بأمريكا وبدها تدفع زكاة الفطرة. بدها تدفع زكاة الفطرة، فطرة زكاة الفطرة وهي بأمريكا. إيه. نعم. فعم يقولوا لي انه لا لازم تدفع حسب يعني حسب هونيك، مش مثل ما هوني قايلين 7500 على الشخص. نعم. فممكن تساعدني كيف الطريقه؟ وهي بعثت لي هن من زمان على اساس ادفعهم انا، ففينا ندفعهم قبل صباح العيد. نعم نعم شكرا شكرا جزيلا للاتصال. معنا ايضا الاخت مريم، تفضلي اخت مريم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله رحمه. أنا سؤالي بعيد عن الحلقة بس إنه مضطر عليه. نعم. يعني إحنا لا ما نزل برمضان، اضطرينا ننزل هذا بس أذن الأذان نحن برمضان، فمش ما في محل نحن بالسيارة. صوت واضح. بس عفوا إذا أمكن إعادة السؤال بشكل واضح أخت مريم. نحن في نحن من مغافين. يعني عم يقطش شوي صوتك، اذا في مجال تعيدي بشوي هدوء يعني. نحن نعم. من ساكنين بالمنطقة. نعم نعم. واضطرينا ننزل على الصيدا بعد الافطار من هناك. بس انه ما قدرنا صلينا بالمراسية لقب السيارة. وصلنا على الصيدا صلينا المغرب والعشاء. صليناهم واجب. فلازم نحن نصليهم عصر ولا واجب. نعم بعد الافطار رحتوا. ايه بعد الافطار، بعد افطار العشاء. وضح. لأنه ما في محل نصلي كله، فصرنا. نعم. بالمطعم بالشغل يعني. نعم لا بأس. شكرا جزيلا لاتصالك. معنا الأخت زينب، تفضلي أخت زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بدي أسأل سمح عن الخطوة الجديدة للموطن إيه عذرا صوتك عم يقطش، إذا منحسن شوي الإرسال أخت زينب إذا بعدك معنا عم تسمعينا. إيه مثل الحال؟ إيه هلأ سامعينك. إيه بدي أسأل سمحت الشيخ عن الفتوى المستحدثة للموطن. نعم. إنه لازم يكون 90 يوم بكل سنة جديدة. نعم. بكل سنة يكون في 90 يوم الواحد يطلع على الموطن حتى يقدر يصوم ويصلي تمام. بالوطن الاتخاذي عم تحكي. يعني إيه الوطن إذا طالع. إيه. بتاخذوا وطن، نعم. نعم موطن تاني يعني غير الموطن اللي هلا قاعد فيه الواحد اذا عنده ضيعه او شيء. شكرا جزيلا. شكرا لاتصالك. يا هلا.
نبدأ بالإجابة مولانا إذا أمكن عن سؤال أخت رويدة. زكاة الفطرة يعني أختها بأمريكا أو أحد أقاربها بأمريكا ويريد أن يدفع زكاة الفطرة، يدفعها بحسب موازين ذلك البلد أم موازين بلدنا؟ هلا بيجي ما ان شاء الله معنا إن بزكاة شاء الله. الفطرة ان الاعتبار بالقيمة هو في يوم الدفع وفي بلد الدفع. نعم. يعني هو إذا أراد المتواجد بأمريكا أو بأي بلد آخر إذا أراد أن يدفع الفطر في بلده لفقراء موجودين في ذلك البلد فبده يلاحظ قيمة ذلك البلد. نعم. يعني بده يشوف قد 3 كيلو طحين 3 كيلو رز 3 كيلو خبز مثلا بيقدرون بيدفعون إذا كان نعم. بده يدفعها في ذلك البلد. أما إذا بده يدفعها في بلد آخر مثل مثلا بأمريكا بده يدفعها بلبنان طلع أرخص بكتير أحسن يعني. بده يدفعها بلبنان هوني بلد الدفع لبنان. نعم. مدام بلد الدفع لبنان فبيقدر القيمة بحسب بلد الدفع اللي هو لبنان. لبنان. بس هم في نقطة إنه نعم. لابد من الالتفات لإلها إنه اللي بيعايش برات لبنان بده يدفع زكاة الفطرة بلبنان نعم. ما يعزلها ويبعتها نعم. يوكل حدا هنا في لبنان أحد ما من معارفه من أقاربه يدفعها عنه بوقتها وبعدين هو بيدفع له إياها لأنه إذا عزلها بده يبعتها مثل ما هي وإذا عزلها وكان في مستحق هونيك في إشكال بأنه يرسلها عاود على لبنان وصل بده يضطر يدفعها هونيك مع وجود المستحق نعم إذا ما في مستحق بيبعتها أما إذا كان في مستحق بعد العزل لا الأحوط وجوبا أن لا ينقلها إلى أي بلد آخر فلذلك الحل الأسلم اللي هو بيبعد عن أي مشكلة أو إشكال شرعي إنه من يريد أن يدفعها هنا في لبنان وهو خارج لبنان يوكل أحدا ما بأن يدفعها عنه هنا ولو من ماله كوكالة يعني. بالوكالة ثم بعد ذلك أو فيما بعد بأي وقت يرسل له قيمة هذه الزكاة. نعم جميل. الأخت مريم من ساكنين بالنبطية سافروا بعد الإفطار على صيدا وصلوا على صيدا كيف بيصلوا أصر الصلاة تحديدا قصر طبعا المغرب تبقى كما هي الكلام بصلاة العشاء الكلام بالرباعي تحديد الصلاة قصر أو تمام عند وقت الصلاة أنت عندما تريد أن تصلي في الوقت الذي تريد أن تؤدي فيه الصلاة أنت مسافر ولا غير مسافر إذا أنا كنت مسافر فإذا بدي صليها قصر نعم. يعني لما جيت أنا من النبطية على أنا فهمت من النبطية قالت كأنه نعم. نبطية على صيدا في مسافة شرعية 20 كيلو ونص وبدأ ترجع 20 كيلو ونص نعم. إذا في مسافة شرعية فبدنا نصليها قصر نعم. لأنه أعتبر مسافر أما إذا المسافة كانت أقل من ذلك بدأ تحسب من آخر النبطية لأول صيدا نعم. ما في 20 كيلو ونص تصليها نعم. تمام بشكل طبيعي لعله قد يكون مقصود أنه هي لعله تجاوزت حد الترخص قبل لعله أن تصل إلى صيدا أيضا تجاوز حد الترخص فيها تصلي قصره تمام مثل ما بالإفطار يعني بس واحد يتجاوز حد بمجرد الترخص أحسن بمجرد أن يخرج المسافر عن حد الترخص لوطنه نعم. يستطيع أن يصلي قصرا نعم. ولا يتوقف على قطع المسافة في كتير بيشتبهوا أنه أذن وأنا في وطني نعم. دخل الوقت وأنا في وطني يعني بدي صليها تمام حتى لو سافرت وقطعت يمكن مئات الكيلومترات لأنه أذن وأنا ببلدي بدي صليها تمام لا. لا لذلك أنا قلت بالبداية أنه يلاحظ المكان والوقت الذي أكون في أكون فيه عند الصلاة أنا مسافر عند الصلاة فأصليها قصرا أنا نعم. غير مسافر عند الصلاة فأصليها تماما نعم يعني بنلاحظ وقت اللي بنعقد فيه الصلاة الوقت عند الصلاة وشوف في مسافة ولا ما في مسافة نعم اسمحوا لي مولانا باتصال من الأخت فاطمة تفضلي أخت فاطمة ألو السلام عليكم مولانا وعليكم السلام ورحمة السلام الله وبركاته مولانا أنا معي عندي السكري نعم عم يقشط معي على الآخر نعم هديك السنة صمت 10 أيام ونفس العوارض صارت معي بيصير معي دقات قلب سريعة وبينزل السكري معي على الآخر رحنا عند الحكيم صمت 5 أيام رحت عند الحكيم قال لي ما فيك تصومي لأنه بصير برجف كلني سوا نعم وما فيي لا أقوم ولا أتحرك أبداً فشو يا مولانا بدي استشيرك بالموضوع نعم شكراً جزيلاً لاتصالك يا أهلا فيك الأخ مصطفى معنا أيضاً أخ مصطفى نعم. ايه تفضل سؤال بعيد عن الموضوع شوي بس كنا بدنا نسأل في عنا جراج في قوارب أما نحط أنها مكمم هلا ممكن إنه يجي مثلاً حمام يأكل
هل يحرم وضع هذا الحبوب بالفم مثل ما يتضرر الحمام؟ نعم، شكرا جزيلا لاتصالك. مولانا اسمحوا لي قبل أن نبدأ بالجواب على هذه الأسئلة أن نخرج إلى فاصل إعلاني. مشاهدينا الكرام، من فضلكم تابعونا بعد هذا الفاصل. نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام في برنامجكم صباح الشريعة، وكنا مع أسئلة المتصلين. مولانا معنا، نرحب بكم مجددا أيضا. معنا الأخت زينب، سألت أنه كان يقال أنه الوطن سامع، هي الظاهر فتوى أنه لازم تقعد 90 يوم بكل سنة بالوطن اللي بدها تتخذه وطن جديد، يعني فيظهر أنه بنعيد التذكير بمسألة الوطن. هلا هي الأخت زينب قالت أنه الفتوى جديدة، في الواقع هي مش فتوى جديدة، يعني فتوى السيد القائد الإمام الخامنئي موجودة في أجوبة الاستفتاءات، موجودة في الاستفتاءات التي تنشر. نعم، انه من يريد ان يتخذ وطنا بيعبروا عنه بالوطن المستجد او الوطن الاتخاذي مضافا الى نيه التوطن الدائم او لمده طويله، في نيه انه يريد ان يجعله وطنا لنفسه لعده اشهر وان يسكن فيه عده اشهر في كل سنه. التعبير عده اشهر في كل سنه موجود باستفتاءات، اكثر من استفتاء، وخصوصا باجوبه الاستفتاء. طيب، وهي اللي حكيناه بالمرة الماضية، عدة أشهر يعني 3 أشهر أقل شيء. من هون وقت اللي بنقول 90 يوم أو 3 أشهر، إنما باعتبار أنه مطلوب بحسب الفتوى عدة أشهر في كل سنة. نعم، دايما بقول لهم تحت كل سنة حطوا شهرين أو 3 في كل سنة، ولذلك ليس في السنة الأولى 3 أشهر وصار وطني، يكون في استمرار أو بالسنة الثانية. أنا نيتي إنه ما دمت، خليني أعبر هيك، ما دمت على قيد الحياة هذا وطني على أن أتردد إليه 3 أشهر في كل سنة. نعم، هذه النية هيك بدها تكون، وأبدأ بالتردد عليه، وإذا كنت مهيئ منزل أستطيع أن أتم من اللحظة الأولى. نعم، هلا طبعا مولانا لعله مش صاحبي وحدة 3 أشهر، بيقدر واحد بس في أيام الأسبوع ولو خلال السنة. نعم، متفرقة. لا، 3 أشهر بدي أقعدهم في فرقهم على السنة. خلال السنة ولو نعم، متفرقة ما في مشكلة. إذا منجاوب الأخت فاطمة، يعني بالنسبة للسكري، يعني بحسب الشيء اللي تفضلت فيه الأخت فاطمة، يعني واضح أنه هي لا تستطيع الصوم، الحكيم قال لها مصومة، وهي عم تتعرض على، عم يصير عندها حالات، يعني واضح أنه هذا من أثر الصوم نتيجة السكري، فبحسب الظاهر أنه تكليفة أن لا تصوم. نعم، الأخ مصطفى عم يزرع، عم يجي بعض القوارض لتأكل المزروعات، فهو عم يحط بعض السموم التي تقتل هذه القوارض، لكن عم يجي الحمام من عند جاره أو من عند حدا آخر يملك هذا الحمام، عم يأكل ويتسمم من هذا السم، فماذا يتوجب عليه من هذه الناحية تجاه الفرد الآخر؟ أول شيء هو عم يحط بأرضه، يعني هذا السموم اللي عم يحطها للقوارض. نعم، لكن من الجيد أو من المناسب أن يطلع مثلا الجيران اللي عندهم هذا الحمام، انه انتبهوا للحمام اللي عندكم، للطيور اللي عندكم، انه أنا حاطط او راشي السموم حذرا من هذه القوارض حتى يمنعوا الحمام. اما اي شيء بيجي وهو حاطه بارضه ما عنده مشكله هو. نعم، مولانا في عندنا سؤال تحت الهواء، انه من صدق عليه سفر شغلي وكان او مقدمه عمله السفر او في السفر بحسب العناوين اللي فصلناها، صادق عليه وعم يسافر للشغل دائما، لكن فصل لعله بمرحلة مراحل 10 أيام ثم سافر للترفيه للسياحة، يعني مش للشغل، فهل يقصر أم يتم في هذا السفر؟ السفر لغير العمل دائما يقصر فيه، دائما فينا نسمي نحن هذا السفر والسفر بعد 10 أيام. نعم، لكن باعتبار أنه ليس للعمل دائما يقصر، يعني حتى لو ما فصل ب10 أيام هو يقصر على كل حال. إيه، لكن لما بيسافر بعد 10 أيام هذا السفر الخاص ويقصر فيه، بيرجع بعد منه بده يسافر للعمل، السفر الأول للعمل بعد هذا السفر الخاص قلنا من شوي أنه في احتياط وجوبي بالجمع بين القصري والتمام، ويمكن العدول بهالفتوى لمن لا يقول بالجمع بل يقول بالتمام فقط. نعم، معنا اتصال لو سمحتم لنا من الأخت فاطمة. تفضلي أخت فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يتقبل أعمالكم يا رب. أهلا وسهلا، أجركم عظيم. مولانا بدي أسألك مسألة غسيل الكلى. نعم، عملية غسيل الكلى هي بتفطر شيء
إذا الواحد غسل وقادر يصوم. غسل الكلى هل يفطر أم لا يعني؟ نعم، شكرا جزيلا للاتصال. الأخت فاطمة يعني مثل ما سألت، غسيل الكلى هل هلأ بشوف أنا بعرفش طريقته بالضبط كيف يعني. نعم. هل يدخل الماء إلى الجوف ولا لا؟ نعم. هل يدخل في لا يدخل في العروق والشرايين؟ لكن إذا كان لا يدخل إلى الجوف ولا هلأ شرب ماء عادة هو بروح بيكون يمكن بيشربه. نعم. إذا لا يؤدي دخول الماء إلى الجوف ولا يتطلب شرب ماء، وبالتالي لا يؤدي إلى الإفطار. نعم. حتى عبر الوريد عادة هو لا، عبر الأنابيب خاصة إلى تدخل إلى الكلية وتغسل الكلية. نعم. ثم هذا لا يعد عبر الوريد الماء. كالحقنة بالوريد ما إذا كان في حقنة بالوريد، إذا كان من أي إبر عبر الوريد في احتياط وجوبي بالمفطرية عند الإمام الخامنئي. كمان هذا الاحتياط الوجوبي يمكن الرجوع فيه إلى من يرى من الفقهاء أنه لا يفطر وبيبقى صايم إذا استطاع. نعم. بالعودة إلى موضوعنا مولانا، كنا نتكلم بالأكل والشرب كأول المفطرات، كأول مفطرين، الأكل والشرب كمستقلين. يرد سؤال عن بقايا الطعام التي تبقى في الأسنان، لعله هذا أكثر شيء مبتلين فيه بعد صلاة الفجر، لعله يجلس واحد بيصلي للتعقيب كذا بيكون بعد فيه بقايا طعام من السحور إن لم يكن قد استاك أو نظف أسنانه، إذا ابتلعها المفروض أن لا يتعمد ابتلاع هذه البقايا، لأنه هذه البقايا إذا ابتلعها هي بالنتيجة يصدق عليها عنوان الطعام. أما إذا سهوا ابتلعها أو من دون قصد أو لوحدها سبقت إلى الجوف، نعم. المهم أن لا يتعمد هو الابتلاع ولا يعلم بأنها ستسبق إلى الجوف مثلا أو ستؤدي إلى الوصول إلى الجوف، نعم. لكونه لا يعلم بوجودها أصلا، فجأة بيلاقي حاله ابتلع، هذا ما بيأثر. فقط الممنوع هو أن لا يتعمد ابتلاع هذه البقايا الموجودة في باطن الفم. نعم. لو سمحت مولانا، اتصال من الأخ قاسم من كندا، تفضل أخ قاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية لفضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. حياكم الله. الفاضل في مسألة حسب تقليد السيد القائد حفظه الله. نعم. هل يجوز للإمام المسافر أن يقيم صلاة الجمعة وهي عبارة عن ركعتان في المدينة اللي أنا فيها وهو مسافر؟ نعم. كان الجواب لا يجوز. نعم. فما هو الحكم حسب تقاليد السيد القائد؟ اما السؤال الثاني ما هو شو؟ فهو بس اذا امكن اعاده اخر تفصيل بالسؤال اخ قاسم اذا سمعنا. اذا كان لا يجوز شو السؤال؟ هلا سمعنا نحن. اذا لا يجوز. نعم. اوكي سمع بس لكمل السؤال الثاني. لا نحن سمعنا صلاة الجمعة هل يمكن أن يقيمها الإنسان في السفر؟ هل يمكن أن يقيم صلاة الجمعة في السفر؟ نعم. السؤال الثاني شو طرحته؟ مش الشخص الإمام هل يجوز له أن يقيم صلاة الجماعة؟ الجمعة مش الجماعة عفوا. نعم. صلاة الجمعة. نعم. هو بده يقيمها وهو مسافر. نعم. إذا كان حسب تقاليد السيد القائد على ما أظن لا يجوز. نعم. في حال أقام مدة 10 أيام بهيك حالة يجوز في صلاة الجمعة. واضح. نعم. إذا قطع المدة هذه بعد الثاني يوم بده يسافر، إجا بنفس نهار الجمعة بيصليها ولا خلص لأنه قطع مدة 10 أيام لا يستطيع؟ بحب بتوضح من فضيلة الشيخ. نعم. نعم وضح سؤالك. شكرا لاتصالك أخ قاسم من كندا. معنا أيضا الأخ محمد. أخ محمد أنت معنا. أخ محمد إذا معنا تفضل. طيب الأخ محمد ظاهر بعده مش جاهز معنا، بناخذ لكن الأخت خديجة. أخت خديجة سمعتنا؟ ألو. إيه تفضلي. ألو. تفضلي أنت على الهواء أخت خديجة. ألو. السلام
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمعتنا أخت خديجة؟ تفضلي تفضلي. مولانا يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يخليك. أنا مقعدة إلي تعب حدود 35 سنة إصابة بظهري. نعم. ورجع إجاني كان سري حكيم وعملت عملية. نعم. فالحكيم منعني عن الصيام أبدا. وإلي بحدود 35 سنة مفصوم. نعم. فأنا كثير حاسة بالذنب إنه ليش يعني ما في صيام. وجربت إني صوم ما قدرت. نعم. بارك الله فيك. الله يشفيك يا رب. الله يشفيك ويعافيك إن شاء الله عاجلا وقريبا. شكرا. قبل ذلك نأخذ الأخ نبيل. أخ نبيل معنا. ألو. تفضل أخ نبيل. أنت معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة بس الله. بس أنا عندي موطني بالضيعة. أنا مني ساكن فيه وما عندي بيت بس هو مسقط رأسي. نعم. تربيت وترعرعت هنيك يعني. فصلاتي هنيك بتكون تمام ولا قصر؟ نعم نعم وضح التسعه. بس خلقت هنيك. نعم بس خلقت يعني ما تربيت وترعرعت هنيك. طيب شكرا لاتصالك اخ نبيل. ما ادري الاخ محمد رجع معنا او لا. طيب ان شاء الله بس يرجع معنا نستمع لسؤاله. اذا مولانا معنا الاخ قاسم من كندا عم يسال هل صلاه الجمعه بالسفر جائزه حسب مبنى القائد او لا؟ هو عم يقول الامام لو اقامها الامام او الامام الامام اذا كان من يريد ان يقيم الجماعه كامام الجمعه كامام الجمعه لا تصح من المسافر. يعني لا يكون المسافر اماما لصلاه الجمعه. نعم. ولا تقام بين المسافرين. نعم. نعم اذا اقيمت بين الحاضرين لا مانع من ان ياتي المسافر و يشارك في هذه الصلاة. نعم. أما إنه يجي المسافرين يقيموها ويكون إمام الجمعة من المسافرين لا ما بتصح. صح. إذا أقام سؤاله هيك إنه إذا أقام 10 أيام خلص صار حاضر يعني حكم الوطن صار. صح. وهو يريد ويصلي تماما وليس قصرا ولا يصدق عليه أنه مسافر فلا مانع مع الإقامة 10 أيام أن تقام صلاة الجمعة إذا استوفت الشروط الأخرى لأنه فهي جملة شروط هي. نعم. أما بعد الإقامة إقامتها بعد الإقامة ما في مانع منه طالما أنه لا يزال في محل الإقامة لأنه الإقامة هي 10 أيام وما فوق. يعني 10 11 12 13 إلى ما شاء الله. فما دام هو في محل الإقامة حتى بعد 10 أيام يستطيع أن يصلي هذه الصلاة مع استيفاء تمام الشروط المعتبرة فيها. نعم. رجع معنا الأخ محمد إذا تسمعوا لنا نأخذ سؤال الأخ محمد. تفضل تفضل أخ محمد. أخ محمد أنت على الهواء فيك تسأل. طيب ظهر الأخ محمد كذلك بعضه مش جاهز. الأخت خديجة مقعدة مصابة بظهرها طبعا حكيم كانسر كمان وحكيم مناعها عن في هذه الحالة عم تشعر بالذنب عم بتقول لا من إلا. نعم. بالعكس انت تأتينا بتكليفك الشرعي. نعم. وظيفتك الشرعية هي أن تفطري لا أن تصومي. نعم. والله سبحانه وتعالى لا يقبل منك أن تصومي وأنت في هذه الحالة. فكونوا مطمئنة وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يعذر عبده ويقدر هذه الأمور بطبيعة الحال وهو أمر بعدم الصوم بهذه الحالة فما تشعر بالذنب أبدا أبدا. الأخ نبيل عم بيروح مسقط رأسه بس ظهر أنه هو فقط البلد الذي ولد فيه فقط لكنه لم يتربى ولم يترعرع. هل يصلي تماما أم قصرا يصوم أم يفطر؟ ما دام مجرد ولادة ما صدق عنوان الترعرع. يعني عنوان الترعرع والنشوء يحتاج إلى سنوات. نعم. سنوات متعددة. ما دام هو ما صدق عليه عنوان الترعرع والنشوء في ذلك المكان لا يكون وطنا أصليا له. فإذا مش وطن أصلي ولم يتخذه وطنا فيما بعد مثل ما ذكرنا من شوي بالنسبة للأخت زينب للوطن المستجد فطبيعي أن تكون الصلاة فيه قصرا إذا ما عنده إقامة 10 أيام. نعم. وإلا بصير يعني هلا واحد بيولد بمستشفى لنقول إيه نفس الولادة بعيدة عن وطنه بس بيولد فيها. نعم. هو وطن الآباء. نعم. وطن الآباء
بيعبروا عنه عرفة بمسقط الرأس، لكن على مستوى تحديد الوطن من الناحية الشرعية لا يكفي هذا المقدار. نعم. بالوقت المتبقي مولانا، إذا أمكن أن نبين بعض الأحكام أيضا في الأكل والشرب كمفطرات، فرشاة الأسنان لعله ورد هذا السؤال ويتكرر، فرشاة الأسنان هل تضر بالصوم؟ لا، استخدام فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان لتنظيف الأسنان لا يضر بالصوم ما لم يتعمد ابتلاع هذه المادة. مع عدم تعمد الابتلاع صومه صحيح ولا شيء عليه. نعم، حتى لو حسب الطعم في الحلق، المهم أنه ما يبلع. أحيانا قد يكون الطعم ناشئ من رائحة المعجون، من رائحة المعجون. نعم. المهم أن لا يتعمد البلع. نعم. بالنسبة إلى تذوق المرق ونحوه، يعني تذوق المرأة عندما تطبخ، يعني خصوصا على للإفطار، يعني نعم، تحاول أن تتذوق في ملح زيادة فيش ملح زيادة، إيش ضابطه؟ الفقهاء بيقولوا تذوق الطعام لا يضر بالصوم، المهم أيضا أن لا يتعمد الابتلاع لهذا المرق أو لأي شيء آخر يضعه في الفم. المفطر ليس هو أن نضع شيء في الفم، المفطر هو أن نبتلع شيئا ليدخل إلى الجوف، هذا هو المفطر. فما دام ما في ابتلاع متعمد فالصوم صحيح إن شاء الله. مولانا، إذا منروح على ابتلاع البصاق والنخامة، يعني أحيانا الإنسان كنا نشوف بعض الناس لدرجة التعقيد، يعني يحاولون أن يبصقون كل ما يجتمع في فمهم من البصاق أو النخامة، البصاق يظنون أن هذا مصدر. البصاق المتجمع في الفم، الريق خلينا نسميه، مهما كثر يجوز بلعه عمدا واختيارا ولا يضر بالصوم أبدا. أما بالنسبة للنخامة أو البلغم اللي ممكن أن يصل إلى فضاء الفم، إذا وصل البلغم أو النخامة إلى فضاء الفم، نعم، الإمام الخميني عنده احتياط وجوبي بعدم ابتلاع هذه المادة عمدا. نعم. أن لا يتعمد الابتلاع، لكن باعتبار أن احتياط وجوبي، هناك من الفقهاء من يقول أنه حتى ابتلاعها عمدا لا يضر، فممكن العدول طبعا مع مراعاة الأعلم فالأعلم، ممكن العدول بهذا الاحتياط وبالنتيجة أن يبتلع ولا يضر بصومه، وممكن يحتاط كمان ويبقى على الاحتياط للإمام الخميني ويرمي هذا البلغم خارجا. الأخ محمد اللي كان عم يحاول يتصل فينا وما قدر يطلع معنا على الهواء، سؤال واخذناه تحت الهواء، لأنه زوجته عملت صور بالمستشفى فحوصات والكل قال لها ما تصومي، يعني ظاهر من الأطباء، وهي مصرة على الصوم، ما هو تكليفه يعني تجاهها في هذه الناحية؟ إذا كان أن يجبرها على الإفطار هي للأخت، إذا كان الصوم مضرا بصحتها فلا يجوز لها أن تصوم. نعم. وإذا الأطباء من أهل الخبرة الموثوقين الذين يطمئن إلى قولهم قالوا لها أنت لا تصومي، فعليها أن لا تصوم. نعم. عليها أن لا تصوم. نعم. مثل ما قلنا سابقا، المسألة مش مسألة لا بدي صوم سواء قادري والله مش قادري، الله سبحانه وتعالى لم يكلفك الصوم في حال الضرر وفي حال عدم القدرة. نعم. بالنسبة له هو ويجب أنه ينبهها يحذرها ينهاها، أما إذا هي أصرت وصامت بعيدا عنه من وراء ظهره بكون عم تتحمل مسؤولية أي شيء ممكن أن يحصل لها لا سمح الله. نعم. ومن موضوع هذا أن واحد بيعمل فحوصات بيقولوا له الأطباء ما تصوم، أنه هذا بيأثر على مثلا مدى بعيد، يعني هذا أثره يظهر، أثر الصيام السيء يعني أو الضرر يظهر بعد مثلا 5 أيام، بعد 10 أيام، يمكن بعد 20 يوم، يمكن بعد شهر رمضان، يمكن بعد شهر رمضان. نعم. أيضا، فحتى هذا يدخل ضمن العذر؟ حتى هذا إذا كان أمرا واضحا وبينا ومعلوما وينبه ويحذر منه الأطباء بحيث يظهر أنه يؤدي إلى اشتداد المرض فيما بعد. نعم. حتى هذا لابد من الالتزام به. نعم. في ختام هذه الحلقة أشكركم جزيلا فضيلة الشيخ على هذه الإيضاحات القيمة، والشكر موصول إلى فريق البرنامج وإلى مشاهدين الأعزاء على متابعتكم الطيبة. كونوا معنا على الموعد غدا في تمام الساعة 4 عصرا لنستكمل حديثنا عن المفطرات. عظم الله أجوركم بمصاب أمير المؤمنين عليه السلام. لا تنسونا من صالح دعائكم في هذه الليلة. تقبل الله أعمالكم
في أمان الله وحفظه.